كويس انك موجود يا شيخ عبد الله عشان تشهد على كلامي. طب قول سلام عليكم الاول. اقول الحمد لله على السلامه حتى. قلت لك كم مره مالكش دعوه باحمد اخويا ومش عايزه يحضر لك دروسك. بكرر كلامي قدام الشيخ عبد الله قسما بالله. واحد الله يا خالد، واحد الله واهدى يا ابني وقول لنا بس ايه اللي مزعلك. مش عايز احمد يمشي في طريق يا شيخ عبد الله. طب ثلاثه بالله العظيم ما انا سامع منك حاجه الا لما تاكل تمر. ده من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ما عنديش حاجه اخاف عليها غيره، والدروس والكلام اللي بتقولوا له خلى مخه يروح لحته انا مش عايزها. حتى اللي خلى احمد يروحها يبقى بيفتح على نفسه نار جهنم. يعني انت عايزني امنع احمد يحضر دروسي تاني ولا تتكلم معاه في التليفون يا شيخ مصطفى؟ الله، هتضر طالب علمي يا خالد.